بخصوص الصحفي حميد المهداوي، كيف ما كيعرف الجميع هو الان كان معتقل في سجن عكاشه لمده تقريبا عام وتسعة اشهر، ثم تم بعد ما تم تأييد الحكم الابتدائي في حقه اللي هو 3 سنوات سجن النافذه، تم ترحيله لمدينه تفلت. هو الان في مدينه تفلت، يعني رهن للاعتقال ينفذ العقوبه التي توبع عليه. بالنسبه الوضع وضع الان في يعني في زنزانه مجتمع مع معتقلي ديال الحق الان، فهذا هو الجديد اللي في الملف ديالنا. اكيد طبعا المطالب ديالنا هو الافراج الفوري على الصحفي حميد المهداوي، لانه يعلم الجميع الصغير قبل الكبير بالتهمه الخرافيه اللي تبع بها التي لا يصدقها عقل. حميد المهداوي الصحفي توبع لانه صحفي، توبع لانه قال مستقل، توبع لانه قال للفساد، قال للمفسدين، هذه هي التهمه الحقيقيه للصحفي حميد المهداوي. اما الدبابات وهذا كتبقى امور ما عندها علاقه بالتهمه. الوضع حقوق الانسان اكبر دليل على تصنيف المغرب على مستوى حريه التعبير، هذا اكبر اجابه هو اننا عيب وعار في 2019 وحنا في المرتبه 135 من اصل 180، يعني حشومه دول افريقيا متقدمه في الترتيب عندنا. كانت نضالات وكانت مجموعه من الحركات الحقوقيه والاحتجاجيه ناضله على مجموعه ديال الاشياء، للاسف الشديد هذه الاعتقالات التعسفيه اللي وقعت مؤخرا كانت هي السبب الرئيسي والاساسي في التراجع ديال المغرب لا على مستوى حريه التعبير ولا على مستوى التنميه. تنتمنى وكما تنقولوا ان يعود العقل الى العقل، ويتم الافراج على الصحفي حميد المهداوي جميع المعتقلين، لان حميد المهداوي صحفي، مجرد صحفي، والمغرب لديه قضايا كبرى نتمنى ان يتم الالتفاف اليها عوض الاعتقال والخرس ديال الاصوات الحرة. وشكرا لكم. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.